خلينا نروح دلوقتي لفقره الكاريكاتير، وهنبدا على طول من صحيفه روز اليوسف اللي فيها كاريكاتير حلوه قوي بريشه الفنان احمد دياب حول الزياده السكانيه. طبعا على ذكر الزياده السكانيه وصلت ل 104 مليون و200 الف. الشرق الاوسط اللي بنشوفها دلوقتي ده كاريكاتير لامجد رسمي عن استفتاء اقليم كردستان، وعن القرار السعودي اللي بيسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. هنشوف كاريكاتير من صحيفة الوطن، انتصار. من صحيفة الاتحاد الإماراتية كاريكاتير بريشة الفنان شريف عرفة عن ذراع الإعلامية لدولة قطر. البيان كتبت عن نفس الموضوع لكن أو يعني في رسم بنفس الموضوع لكن بريشة الفنان عامر الزعيبي.